اليوم فصل من أهم فصول الأندلس، زيارة أعظم صرح معماري للهندسة الإسلامية في أوروبا، قصر الحمراء. قصر الحمراء تنبع أهميته مو لأنه جوهرة من جواهر العالم، ولكن يعد مسرح للتاريخ السياسي لأنه يؤرخ لحقبة من أشد الحقب إيلاما في تاريخ الأندلس، سقوط غرناطة. قصر الحمراء صمم من الخارج كحصن كي يعطي رسالة عن قوة وعظمة هذه المملكة، ولكنه من الداخل درة من درر الدنيا. بني قصر الحمراء بروح دفاعية بحتة، حصون، قلاع، أسوار، عكس الفاتحين الأوائل لمدينة قرطبة. السمح بن مالك حينما أراد أن يبني قنطرة قرطبة أخذ أحجار سور قرطبة وبنى فيها القنطرة. قدم النهضة العمرانية على الحماية العسكرية لأنهم كانوا أقوياء وفاتحين. إذا زرتم الحمراء حيشرحوا لكم المرشدين أنه هذا يسمى باب الخمرة، ولأنه يباع أمامه الخمور ومنزوعة الضرائب، ولا لا 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 كلام فاضي، هذا يسمى باب الحمراء، ولكن تصحيفا ما ينطقون الحاء فنطقوا باب الخمرة، وهو ينفذ إلى قصور الحمراء بني نصر. وفي مدخل الحمراء موجود هذا القسم اللي يشع نورا وبهاء، مسجد ومسجل، حافظ على صلاتك ولا تكن من الغافلين، ولا غالب إلا الله، شعار بني نصر. وهذا الجناح الخاص في النساء في حصن قمارش في قصور الحمراء. قصر الحمراء وكأنك تمشي في ديوان من الشعر ومدرسة للخط العربي. مسجل هنا لا غالب إلا الله، عز لمولانا السلطان، وما بي من نعمة فمن الله، أجنحة نساء السلطان، ومقابلها مقر سكن السلطان. والآن المفاجأة، هذا ما كان يصحو عليه السلطان، حصن قمارش مقر الحكم في قصور الحمراء. الفن والإبداع في شتى أنحاء قصر الحمراء، هذه تسمى الطاقة. هنا كانت توضع جرار الماء ومسجل بالعربي: يا ثقتي يا أملي اختم بخير عملي، فبالنبي المرسل اختم بخير عملي. يا شباب، احنا الآن على موعد مع مقابلة أعظم سلاطين بني نصر، السلطان أبو الحجاج يوسف. والآن سندخل قاعة العرش، من أهم الأقسام في قصر الحمراء قاعة العرش في حصن قمارش. أشهر من عمر هذه القاعة السلطان أبو الحجاج يوسف، عالم من الزركشات من الأرض حتى السقف. أما السقف قصة أخرى، عالم من الخشب من 7 طبقات في إشارة إلى السموات 7. في هذا الجزء كان عرش السلطان، كانت أشعة الشمس تأتي من الخلف فتعطي السلطان جلال وهيبة ما تقدر تطالع في تفاصيل السلطان. وقبل تفد إلى السلطان تتكلم معه تمر على الحاجب في هذا المكان. هنا تلتقي مع الحاجب وتعرض مسألتك، ومسجل من حسن كلامه وجب إكرامه، هنا الترغيب. ومقابلها مسجل قليل الكلام يخرج بسلام، هنا الترهيب. وإذا جاء وقت الصلاة، هذا مصلى خاص بالسلطان، تحفة من الجمال، من أجمل الأجزاء في قصر الحمراء، عالم من الفن الموجود في الأعلى. المقرنصات والعرب هم أسياد هذا الفن، فن المقرنصات. مسجل لا غالب إلا الله، الغبطة المتصلة، عز لمولانا السلطان. يقال حينما كان شعارهم لا غالب إلا الله دامت مملكتهم، وحينما استبدلوه بعز لمولانا السلطان لا داموا ولا دامت مملكتهم. ذروة الفن الأندلسي يتجسد في هذا البهو، بهو الرياض السعيد، بهو السباع، بهو الأسود. وهذه دار عائشة الحرة، اذكروا هذا الاسم جيدا، ومن أجمل أجزاء القصر، عالم من الفن والإبداع، تمازج ألوان، أعمال، زخرفة، والآيات القرآنية في كل مكان، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، العز لمولانا السلطان أبي عبد الله في الأعلى. موجود قبة زجاجية ملونة، إذا أشرقت الشمس كانت هذه الغرفة تتلألأ نورا وبهاء في إطلالة على حديقة القصر. وزاء كف مصافح ويدنو لها بدر السماء مناجية، وتهوى النجوم الزهور لو ثبتت بها ولم تك في أفق السماء جوارية. فبين يدي مولاي قمت لخدمته، ومن خدم الأعلى استفاد المعالية. طبعا قصر الحمراء ديوان من الشعر، وأشهر من كتب فيه
شاعر القصر ابن زمرك وابن الجياب. والآن بعبورنا هذه البوابة يقفز بنا الزمان 200 عام إلى الأمام. المفروض بعد 200 عام إنه الفن يتقدم خطوات شاسعة، لكن مع الأسف هذا الفن اللي موجود من أسقط الحمراء لم يستطيعوا مجاراة من بنوها. لا فن لا ذوق. دكتور سعد، 200 عام المفروض أن الفن خطر فيها خطوات شاسعة. نعم صحيح. ماذا نرى؟ نرى تشوه بصري. والله تغير التاريخ كامل. نشاز عمراني. نعم أي والله. بعد الاستعمار الفرنسي لأسبانيا وتدمير نابليون بونابرت لقصر الحمراء هجر إلى أن سكنوا كاتب أمريكي يسمى واشنطن إيرفينغ، وألف رواية شهيرة تسمى رواية الحمراء، ذاع صيت القصر بعدها، فانتبهت الحكومة الأسبانية فرممت هذا القصر، واليوم يعتبر من أهم المعالم العالمية. صدق أو لا تصدق، الكثير من يزور أسبانيا لا يتسنى له زيارة القصر. إذا حبيت تزور قصر الحمراء اضمن تذكرتك في القصر قبل تذكرة الطيران. ومن أجمل إطلالة من قصور الحمراء على حي البيازين العربي، أشهر أحياء غرناطة العربية. الله على هذا الحي، يا مر عليه قصص وحكايات، ليت أن الجدران والحيطان تتحدث لحكت لنا قصة الأجداد. الآن في جنات العريف ويتجلى فيها إبداع الفنان العربي في المزج بين الطبيعة والمياه، وكما قيل خرير الماء يشبع الأسماع ورائحة الريحان تشبع الحواس. أول من ألف مجلد في هندسة الحدائق الحسن بن موسى هم العرب. مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقية بلا ميعادي، صادفنا مرشدة سياحية أسبانية تتحدث العربية وأسلمت. كيف أسلمتي؟ ما هي طريقة إسلامك يا أختنا ثريا؟ أنا في جامعة درست اللغة العربية. جميل. وأكيد عندي كثير أصدقاء أيضا. نعم مسلمين. نعم. وأنا في البداية طمرس معهم اللغة، تعلمتي معهم اللغة. جميل. اللغة، ولكن هم بعد ذلك قال لي لماذا أنت لم تذهب معنا هذا النساء صح؟ نحن نقرأ التفسير القرآن، نفعل تفسير، لماذا لم تذهب معنا وأنت تعرف قليلا من الإسلام؟ وأنا فكرت لا 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 أحسن لا لا لا، ولكن بعد ذلك نفكر هذا جيد لأن تمرس اللغة، يلا لماذا؟ فهمت؟ فعن طريق اللغة العربية أصبحت تقرأين عن الإسلام. فهمت؟ فهمت. بعد 6 شهور. بعد 6 شهور. أيه. أنا تغير الفكرة. غيرت فكرة. تعرفت الإسلام، ما معنى الإسلام؟ كنا عندي غلط مثل كثير ناس صح؟ نعم. والحمد لله دخل في الإسلام مع هذا النساء. ما شاء الله. نسأل الله الكريم أن يثبتك. وأن يغفر لك وأن يعز بك الإسلام وينتشر الإسلام مرة أخرى في أسبانيا. الله يسعدك. ثريا، أنت دعيتي زوجك للإسلام صحيح؟ ما كان اسمه؟ اسمه بابلو. والآن تغير إلى نبيل. يا سلام. دعته للإسلام. الحمد لله. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يقال أنه صوت خرير الماء هو صوت الطبيعة الوحيد اللي لا يعكر صفو المزاج. هنا الصوت زايد لأنه هذه غير عربية، هذه فكرة فرنسية. الآن أعرض لكم النوافير العربية، الماء فيها رقراق لا يسبب إزعاج. هنا الفن والإبداع، الماء ينساب رقراق. إطلالة ولا أروع من جنات العريف على قصور الحمراء. المشهد جميل لكنه في الربيع أجمل. ألوان الطيف تكون أمامك إن شاء الله، سنشاهدها في رحلتنا القادمة في شهر مارس. والآن سنقف على مشهد عجيب من مشاهد الأندلس، جنات العريف. إبداع وتناغم وفن في عالم الهندسة. لا غالب إلا الله. الشيء العجيب إحنا على قمة جبل والماء يندفع اندفاعا، وما كان موجود كهرباء ولا قوة هيدروليكية في هذاك الزمن. كيف استطاعوا إيصال المياه إلى قمم الجبال؟ السر سنكتشفه في الأعلى. ومن داخل جنات العريف
هذه استراحة السلطان، وعلى هذه الإطلالة الرائعة على قصور الحمراء وحي البيازين وسهول غرناطة، ويتضح من قرب النوافذ من الأرض أنهم كانوا يجلسون على وسائد. وكما قيل نحن نرى الحمراء عارية بدون أثاث وبدون ناس، وأبهرتنا كيف لو شاهدناها بكامل حلتها. وفي مدخل جنات العريف تستمر الرسائل السياسية: ادخل بحلم وتكلم بعلم، قليل الكلام يخرج بسلام. وعلى الجانب الآخر رسالة أخرى: قليل الكلام يخرج بسلام. موجودين في أعلى جبل الشمس، وتحتنا تلة السبيكة اللي فيها قصور الحمراء، والماء يجري في كل مكان. كيف استطاع مهندسو العرب تحدي الجاذبية؟ السر يكمن في هذا المكان. بحثوا عن مصدر للماء يكون أرفع من هذه القمم، فوجدوا في إحدى هذه القمم نهر دارو، فأخذوا الماء من نهر دارو بشكل منحدر حتى يصل إلى تلة الشمس. لكن واجهتهم مشكلة في الأعلى قمة جبل، فحفروا أول نفق في العالم فيجري منه الماء حتى يصل إلى هذا المكان. هنا سر الحمراء، من يسيطر على هذا الدرج، درج الماء يسيطر على الحمراء. يا سبحان الله، الماء يجري في قصور الحمراء من مئات السنين. وكي يضمنوا انسيابية المياه، أحيانا الماء يجلب معه بعض الرواسب، فنحتوا فجوات في درج الماء، فالماء يجري إذا وصل لهذه المنطقة يهدي من سرعته، فالرواسب تبقى في هذا المكان ثم يذهب إلى قصور الحمراء عذب نظيف. وفي فترة تنظيف لهذه الحفر يقفون الماء من الأعلى وينظفون هذه الفجوات. وهذا آخر حكام الحمراء خرج منها. غداكم علي. الله يبيض وجهك يا شيخ. قبل 500 عام خرج آخر حكام غرناطة، أبي عبد الله الصغير، مع هذا الباب، باب الطباق السبع، مودعا 8 قرون من المجد. واحتلت الحمراء وانتهت قصة الأندلس. يقول الجواهري: بأندلس كان لنا عرش وتاج، فضيعهم التخاذل والنفاق، أولئك قوم سكروا زمانا وناحوا ملكهم لما أفاقوا. أهلا والله بثبيتي. الله يجزيك. كيف الرحلة يا ثبيتي؟ والله على كثر ما سافرت أمتع وأجمل وأفضل رحلة مرت علينا في التاريخ. الله الله، والله أتوقع إن ما مر علي في حياتي أجمل من هذه الرحلة صراحة. عسى حياتك كلها جمال في جمال. الله يجزاك خير. والآن في جولة في أزقة الحي العربي البيازين، حي لا يزال يتنفس الجو العربي. شوفوا جمال البيوت فيه. جولة في أزقة التاريخ، أزقة المجد، أزقة الحي العربي في غرناطة، حي البيازين. وصلنا للجائزة الكبرى، قصر الحمراء، عند نقطة التقاء جبال سييرا نيفادا مع تل السبيكة. يقف قصر الحمراء شامخا ليحرس المكان، وكأنه قصر من قصور الروايات الخيالية، ومطل على سهل غرناطة، هذا السهل اللي زرعه الأجداد ويسمى اليوم بلاس فيغاس. واخترنا يكون قهوتنا في هذا المقهى الجميل المطل على قصر الحمراء، وحجزنا هذا المقهى الجميل للجروب، وعلى هذه الإطلالة الرائعة، إطلالة التاريخ. الله الله، ويصب لي الموية حفيد بن تشفيق يوسف الريفي. يا أهلا وسهلا. تعجز الكلمات يا يوسف عن شكرك. بارك الله فيك. هذا الرجل أقل ما أقول عنه أنه رجل يخاف الله. الله. نهاية الرحلة حعرفكم عليه. هذا من حسن ظنكم بنا. الله يسعدك. الله الله، رأيكم في الإطلالة يا شباب؟ إطلالة جميلة ورائعة. اليوم كنا في زيارة لقصور الحمراء، غدا حنزور جبال سييرا نيفادا، جبال الثلج اللي فيها قمة مولاي الحسن في أعلى الصورة، غدا يومنا الثلجي